بقيت ولا قلت لكم بقيتوا حتى خلصت الغناية وأديتوها ما شاء الله. نفس الشيء البنت هذيك اللي كانت تأدي في الفردي نشكروها ونصفقوا بها. نشكروها كانت سلامات قري. هذه شوف هذه دوزيام اني ان شاء الله زيد السنه الثالثه والرابعه راح تكون ان شاء الله وراح تشارك لا داروا الاداء الفردي عندها مستقبل ان شاء الله. بارك الله فيك.